العالم عندي ينقذنا. وبعدين معاك الله مش عايز اسمع ولا كلمة، كله يسكت خالص. انا بقول لكم اهو اغسل ايدي بقى عشان الفيروسة. ايوه كده، ونحرك الجامد كده عشان نقتل الفيروسة. الواحد محتاج يرتاح بقى شوية بعد الطلعة اللي طلعناها دي. لا بقول لك ايه يا واد يا محسن، سكت مراتك وسكت بناتك دول احسن علينا. يا الله اللي هنا يا جماعة، انتوا سايبين الباب مفتوح ليه يا جماعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الناس اللي هنا دي راحت فين؟ يا اخوانا السلام عليكم، اللي هنا يا استاذ محسن خبطي، استاذ محسن انا بدأت اتوغوش يا جماعة، ما ادخل كده اشوف في ايه. يا نهار ابيض، ايه ده؟ إيه الناس دي اتسرقت ولا ايه؟ ده مفيش اي حد والبيت مقلوب، مش معقول. صوت التليفون ده جاي منين؟ ده اكيد واقع هنا ولا هنا. ايوه التليفون اهو. الو الو، ايوه مين يا فندم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا فندم الحرامي اللي خطفت مدام بحسن وبحسن والعيال. يا نهار ابيض، هما اتخطفوا؟ هو انت كمان ما سرقتش البيت بس؟ لا 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 لا، هو يا حرامي هفق ولا ايه؟ من اي حد؟ انت بتكلم الشيخ الحرامي ده، انا اللي هنجمكم المغرب. يا نهار ابيض، الباوند بتاعكم كله ده من المغرب، وبكره تشوف. دلوقتي مطلوب نص مليون جنيه فديه، مين اللي هيدفعها؟ يا نهار ابيض، نص مليون جنيه؟ ده ما اعتقدش ان استاذ محسن معاه المبلغ ده كله. ماليش دعوه بقى، هو معاه معهوش، انت معاك تتصرفوا من الجيران، انتوا حرين مع بعضكم كده. انا عايز نص مليون جنيه عشان نازلني شويه طلبات في البيت عايز اجيبها. يا سياده الحرامي، بس ما ينفعش المبلغ الكبير ده، ممكن تخفضه لنا شويه؟ لا والله انا ما عنديش تشكاوي. طب انا هوصله لحضرتك ازاي؟ دي مش شغلتك، المهم تتصرف في المبلغ وانا هديك تليفون تاني. سلام. مع السلامه. والعمل يا شريف، هتعمل ايه دلوقتي؟ انا مفيش قدامي غير ان ابلغ الشرطه، انا معيش المبلغ الكبير ده. اهلا اهلا يا حضره الضابط، زي ما حضرتك شايف كده البيت مقلوب والحرامي طلب نص مليون جنيه ومش عارف اعمل ايه. ما قالكش اسمه ايه؟ ما قاليش حاجه، هو هيقول لي اسمه يا فندم. طيب الواقعه دي حصلت قبل كده في الكومباوند؟ مش عارف يا فندم والله، بس ما حصلتش قبل كده غير مره واحده لعيله استاذ عمر. ايوه كده، احنا مفيش قدامنا غير طريقه واحده، ان احنا نستعين بالاثنين الحراميه اللي كانوا ماسكين الكومباوند هنا، والمفروض ان الراجل ده حط عليهم. والله اللي تشوفه حضرتك، انا معاك في اي حاجه. احنا نجيب مجدي وفوزي وربنا يسهلها ان شاء الله، وهنعرف نتعرف عليهم ان شاء الله يا فندم. خير يا باشا، احنا تبنا يا باشا والله، تبنا الى الله. واسال حتى الاستاذ عمر، ده حتى شاف لي شغلانه في الموقع بتاعه هو وانا والواد فوزي. في حاجه يا باشا؟ والله يا باشا احنا مش لاقيين ناكل من ساعه ما تبنا توبه نصوحه، بس هي نصوحه والله يا باشا، نصيحة خالص. اسمعوني يا جماعة، كفاية كده وبطلوا كلام، كفاية رغي كتير. طبعا زي ما انتوا شايفين البيت كله مسروق ومنهوب ومتاخد كل حاجة مني، وانا عارف ان انتوا تبتوا وما قلتوش بتسرقوا. احنا محناش هم، احنا فاهمين الكلام ده كويس. في حرامي جديد حط على المكان ده وبيشتغل مكانكم، واستلم المكان كله وشغال هرينة سرقة، واحنا دلوقتي عايزينكم تساعدونا عشان نقبض عليه، ومحدش هيقدر يساعدنا ويعرفنا الوقر بتاع الحرامي الجديد ده الا انتوا. ايوه يا باشا، في واد كده اسمه مشرط، الواد ده ما شاء الله عليه يا باشا، ده الواد ده خطر قوي. يا خرابي يخرب بيته، ده عمل ثروه، عمل ثروه يا باشا مسافه ما فيش، ده سرق كام بيت بس كده، صح يا فوزي؟ والله يا باشا انا يعني من الفانز بتوعه، عارف يا باشا؟ بالك انت نبعت له اضافه على الفيسبوك بس ما رضاش يضيفني، باين انه كده ما بيحبش البورسعيديه. بس احنا يا باشا هنظبطك ونوديك مكانه، ده عيل فجل واحنا عايزين نخلص منه. يلا بينا يا فوزي، يلا يا باشا تعالى ورانا. كويس كويس قوي، يلا بينا. طب يا فندم حضرتك هتحتاجني معاك ولا ماجيش، ولا انا هيبقى دوري ايه؟ انا هعمل ايه في الشغلانه دي؟ لا انت خليك هنا، خليك هنا يا استاذ شريف عشان ما تتعرضش للخطر. والله انا بقول كده برضه يا جماعه، انا ماليش اي دور في الموضوع ده. السلام عليكم. اهلا اهلا يا معلم مشرط، ازيك يا باشا؟ لا ايه ده، ايه اللي جابكم هنا؟ غريبه يعني، مش بعادة تيجوا تزوروني هنا. والله يا باشا احنا سمعنا عن العملية الأخيرة بتاعتك، ده أنت صيتك مسمع قوي في المنطقة. والله أنا كان نفسي آخد صورة وأنزلها على الفيسبوك بس ما عرفتش، أنت عارف البوليس مزنق عنا اليومين دول. لا يا حبيبي ولا يهمك، بعد كده بديك صورة كادو مني. والله يا أستاذ مشرط، المنطقة اللي أنت واخد منها العيلة دي منطقتنا، وإحنا كنا عايزين نشوف أنت طالب كام عشان نتقاسمه. لا 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 لا، وأنت تعرف عني برضه كده؟ إيه يا مجدي؟
ايه الكلام الفاضي ده؟ وانا بقاسم حد يا مجدي ولا ليه شريك يا مجدي؟ انا بحب الشريك زي الفريك تمام. بس يا باشا ما ينفعش كده، ده حتتنا ومنطقتنا والعيله دي تخصنا. لا انتوا مش على لعبتوا ماتش نهائي واعتزلتوا؟ لا اعتزال ده صيت كده بس عشان البوليس يبعد عننا، مش اي حاجه يعني. لا 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 يا مجدي الكلام ده مش هينفع معايا خالص، مشرط نظامه غير انت عارف. يعني العمليه دي بتاعتك لوحدك يا مشرط؟ طبعا، امال ايه وانت بس اللي مسؤول عنها وانت اللي خطفهم؟ امال ايه، اكيد طبعا يا جدع، انت بتهزر ولا ايه؟ انت اللي خطفهم يا جدع. امال يعني انت شايف ايه يا مشرط؟ ايه يا مجدي مالك، انت شكلك مش عاجبني كده. سلم نفسك يا مشرط وارفع ايدك لفوق، انت اعترفت بكل حاجه، انت خاطف العيله دي وانت اللي طالب الفديه. انا يا باشا ما اعرفش حاجه، ده مجدي وفوزي هما اللي كانوا خاطفين العيله دي. احنا مشرط انت لسه معترف على نفسك يا مشرط. انا سمعت كل حاجه ومش محتاج اي تفسير، العمليه واضحه يا مشرط، احنا متعرفين عليك يعني، احنا عارفينك كويس وعارفين العمليات بتاعتك اللي بتعملها دي. بقى كده يا فوزي كده، انت كمان يا مجدي، انتوا جايين تسلموني تسليمه هالي. ماشي يا مجدي، انا مش هسيبكم يا مجدي اما اطلع يا مجدي، انت عارف مشرط يا مجدي ما بيسيبش حقه ابدا. عايزين الحلاوه يا بهوات، عايزين الحلاوه، انا وفوزي حبيبي. انتوا بتقولوا ايه؟ انا مش فاهم حاجه، استنى اما افككوا كده. ودي كانت حلقتنا النهارده يا اصحابي، اتمنى ان هي تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك يا اصحابي للفيديو، وكمان شير وسبسكرايب للقناه. طبعا وكل اللي لسه ما اشتركش في قناتنا يشترك على طول ويضغط على الزر الاحمر اللي تحت الفيديو، وكمان يوريه كل اصحابه. نشوفكم مع حلقه جديده. باي باي. باي باي.